يا أجمل الأنبياء، يا أكمل الأصفياء. يا مرحبا شباب، الله يسعدكم ويعطيكم العافية. يا أخوان، نحن في أحد المساجد النبوية، نحن الآن في مسجد المستراح، مكان استراح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد. ومسجد أحد خلفنا وأمامنا الآن اللي هو مسجد المستراح. هذا هو مسجد المستراح داخل الحارة. زي ما أنكم شايفين، كثير من الناس ما يعرفوا موقعه. اليوم بحاول بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب نشرح عن هذا المسجد. والعاديات ضبحا فالموريات قدرا اللهم لك الحمد لله الشكر. الحمد لله صلينا صلاة المغرب الآن في مسجد المستراح، مكان استراح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد. ونحن الحمد لله أول حلقة في قناة لحظة لايف كانت عن معركة أحد ومكان استراحة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا اللي هو مسجد خلينا نفتكر اسمه كده شوية، مسجد الدرع. هي بالفعل مسجد الدرع خلفنا الآن بإذن الله. الآن حنمر في نفس الفلوق، أبغى أخليها فلوق واحد. الشيء اللي مستغرب منه أنا صراحة، يعني من بعض الزوار اللي يجوا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد 10 أيام، أحيانا أسبوعين، 3، ما يعرف فعليا الكلام ده من جد ما يعرف. فقط يعرف المسجد النبوي، يعرف مسجد قباء، مسجد القبلتين، وسبع المساجد فقط عن المدينة المنورة. هذا الشيء صراحة يعني سمعت من أحد الزوار كلام عجيب. طب ما تعرف مسجد المستراح؟ طب ما تعرف شهداء أحد؟ طب ما تعرف عن غزوة معركة أحد؟ طب ما تعرف فين مكان غزوة بدر؟ يعني بشكل عام ما تعرف، فإنها بعيدة شوية عن المدينة، ما فعليا ما يعرف. طب ما تعرف فين الآبار؟ بئر غرس، بئر عثمان بن عفان رضي الله عنه، المساجد بجوار المسجد. يقول لك ايوه شاب، حاسب انها مساجد عاديه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني مسجد بلال بن رباح، مسجد الفتح، ما يعرف تواريخها، ما يعرف فضائلها. صراحه اتمنى من الجميع وانا من واحد من اهل المدينه قدر المستطاع نعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ حتى اللي يكونوا بعدنا يعرفوا إيش هو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إيش هذا المكان أساسا، هل له في السيرة أو ما له. طب يا أخوان خلوكم معنا، خلينا نروح مسجد الدرع. هذا هو مسجد المستراح، والآن متجهين لمسجد الدرع بجوار مسجد المستراح. نحن ما حطينا موقع، يعني في المقاطع الماضية ما حطينا موقع، لكن الآن زي ما انكم شايفين نحط موقع لمسجد المستراح وأيضا مسجد الدرع حتى يكون واضح للمتابعين. يا أخوان من هنا ناخذ كده يمين، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو مسجد الدرع زي ما انكم شايفين، ما شاء الله تبارك الرحمن. أخوان هذا هو مسجد الدرع بجوار صراحة مسجد المستراح، يعني مو هو بعيد. إذا جيت سيدنا حمزة تعال مسجد المستراح، بعدين مسجد الدرع، وهو مسجد تاريخي نبوي أيضا.
وشرحنا عنه شروحات كثيرة عن هذا المسجد. شوفوا يا اخوان ما شاء الله تصميم هذا المسجد جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. هو ربعة بين البشر من غير طول او قصر، هو ربعة بين البشر. يا اخوان المسجد من الداخل من الخارج بنفس طريقة البناء، ويعتبر من المساجد القديمة جدا. يا اخوان هذا الموقع نحن تكلمنا عنه سابقا، لكن كده لمحة سريعة، هذا المسجد اثناء خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة احد خلع درعه وصلى العصر والمغرب والعشاء في هذا المسجد وبات فيها، ثم صلى الصبح وتوجه لغزوة أحد. والله يا أخوان ما يصير كذا، والله ما يصير كذا. بعض الزوار اللي بيجوا المسجد النبوي الشريف أو المدينة المنورة ما قاعد يزوروا كل المناطق، وبعدين في ناس سمعت عنهم يقولوا روح منتزه البيضة وروح المنطقة ديك فيها محبسة الجن ومدري ايش والكلام الفاضي هذا، ويقول لك كب موية والموية تصير عكس يا ابوي الله يرحم والديك، هذا الشخص الزائر او الحاج دافع ملايين، والله ده يمكن يكون باع بيته حتى بس يجي يزور بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، مكان مساجد النبي صلى الله عليه وسلم، اثار الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له روح هنا وروح هنا الله يرحم والديك. خلينا واقعين، هذول ناس تقول له هنا في، حتى سمعت واحد يقول لك تروح هناك سنة. يا شيخ من فين يعني؟ سمعت من حج يقول لي كلام مو يا اخي مو طبيعي، ما هو طبيعي. لابد من تثقيف الناس قبل ما يجوا المدينة المنورة. آثار المدينة المنورة كثيرة جدا، لكن يعني نتمنى ان نكون نوصل رسالة معينة للناس اللي قاعد تقول للزوار اشياء خاطئة صراحة. الله يهديك بس، والله الله يهديك، والله يهدي المسلمين جميعا. يا اخوان كده نحن وصلنا نهاية حلقة اليوم، اعطونا رأيكم في التعليقات ونشوفكم في الحلقات القادمة. سلام سلام. الخير أول مسجد وأساسه التقوى بنهج لا يحول.